استخراج الإيميلات المستهدفة باحترافية وبضغطة زر واحدة لترويج عروض السي بي اي والأفليت ماركتينج بكل سهولة. لو حضرتك مسوق وبتدور على أفضل طريقة لاستخراج إيميلات مستهدفة لعملاء مهتمين بالمجال أو النيتش اللي حضرتك بتشتغل عليه ومن الدول أو المناطق اللي حضرتك بتستهدفها، فأنت في المكان الصح، لأن في الفيديو ده يا شباب هعرض عليكم أفضل برنامج لاستخراج الإيميلات المستهدفة بضغطة زر واحدة وبدون أي مجهود من حضرتك نهائيا. إيميلات مستهدفة استهداف صحيح. يعني باختصار يا شباب، الفيديو ده مهم جدا لكل مسوق، فلو حضرتك مسوق سواء كنت محترف أو مبتدئ يا ريت ما تضيعش ثانية واحدة من الفيديو ده، لأن الفيديو هيكون مهم جدا ليك وهيوفر عليك تعب ومجهود كبير جدا كنت بتعمله في استخراج وفلترة الإيميلات. ولكن النهاردة أنا هعرض عليك الطريقة الأسهل واللي هتوفر عليك كل الوقت والمجهود ده، فخليك معايا لنهاية الفيديو ويا ريت ما تضيعش ثانية واحدة من الفيديو ده. طبعا يا شباب، في اكتر من طريقه احترافيه لاستخراج الايميلات والاستهداف الصحيح، وكل ده انا هشرحه لك ان شاء الله من خلال الفيديو ده. ودلوقتي علشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، يلا بينا نبدا الشرح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي ودي قناه نت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والتسويق بالعموله. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. طبعا يا شباب، اي ادوات هنذكرها في الشرح هيكون الرابط الخاص بيها موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. البرنامج اللي معانا النهارده يا شباب هو برنامج سكاي ايميل اكستراكتور. ده افضل برنامج لاستخراج الايميلات بطريقه صحيحه من اي مكان حضرتك عايز تستهدفه. على سبيل المثال، في مكان كيورد او يو ار ال، هنا حضرتك ممكن تضيف رابط الموقع اللي عايز تستخرج منه الايميلات او تضيف الكلمات المفتاحية. ولكن هنا في اكتر من طريقة لاستخراج الايميلات يا شباب، هنشرحهم مع بعض بالتفصيل. اولا، لو حضرتك ما بتستهدفش فئة معينة من الاشخاص، يعني الخدمة بتاعتك او المجال بتاعك ممكن تعرضه على اي شخص موجود، فتقدر ان انت تستخدم الايميلات الشعبية اللي موجودة في اي دولة. على سبيل المثال، انا هنا اخترت دولة فرنسا زي ما حضرتكم شايفين كده. من المكان ده بتقدر تختار الدولة اللي انت عايز تستهدفها. وطبعا يا شباب زي ما قلنا، دي هتكون اول طريقة للاستهداف، ودي في حالة ان حضرتك ما عندكش فئة معينة بتستهدفها او تقدر تستهدف بالخدمة بتاعتك اي شخص. في الحالة دي بتختار الايميلات الشعبية اللي موجودة في الدولة نفسها. يعني على سبيل المثال، عندنا في مصر بيكون في gmail.com، hotmail.com، وياهو.com. فحضرتك بتكتبهم هنا بالترتيب هنا كده في المكان ده بدل الكيورد، وكل حاجه بتكون في سطر لوحدها. طبعا انا عشان بستهدف دوله فرنسا يا شباب، فالايميلات الشعبيه اللي موجوده في دوله فرنسا بتكون هي اللي حضراتكم شايفينها دي، ومنهم gmail.com. بعد ما اخترت الدوله واضفت هنا انواع الايميلات، هضغط على سيرش من هنا واتفرج على السحر. دلوقتي كل الايميلات اللي هتخرج هتكون من انواع الايميلات اللي حضرتك شفتها اللي انا اضفتها في مربع الكلمات المفتاحيه. هتلاقي الجيميل وهتلاقي انواع الايميلات اللي كانت موجودة فقط، ومستحيل تلاقي في القائمة دي نهائيا اي ايميل او دومين شركة. كل الايميلات هتلاقيها لاشخاص وليس شركات. زي ما انتم شايفين كده شباب، وصلنا لغاية دلوقتي 4000 ايميل في خلال 4 دقائق بالظبط. ولو حضراتكم لاحظتم لحد الان هو بيستخرج في نوع واحد من الايميلات اللي هو gmail.com، لسه ما دخلش على باقي التصنيفات او باقي الايميلات اللي انا اضفتها له في مربع الكيورد. وطبعا على ما يوصل لكل دول هيكون عدى ال 30000 ايميل، كل ده في طلعة واحدة. طبعا عشان ما اطولش عليكم يا شباب، هنعتبر ان احنا خلصنا كده استخراج القائمه بتاعتنا، وهنضغط على ستوب علشان نبدا نستخرج القائمه. هنا البرنامج بيقول لك سبورت ايميل تو تكست ايميل، يعني ممكن تاخدهم كملف تكست قابل للنسخ خلاص. وهنا ممكن تضغط تاخدهم كملف سي اس في قيم مفصوله بفواصل. وهنا ممكن تنقل الايميلات مباشره من برنامج الاستخراج اللي هو برنامج سكاي ايميل ده، على الرابط ده هتنقل الايميلات الى برنامج الفلتره مباشره، وهتستلمها بعد كده من برنامج الفلتره كملف باي صيغه من الصيغ اللي حضرتك شايفها دي برضو، ولكن بتكون مفلتره ومفيش فيها اي ايميل غير صالح. كل الايميلات بتكون صالحه 100% وجاهزه للارسال. هنضغط على كلوس من هنا، وبعد كده يا شباب هضغط على كلر ايميلز علشان نحذف القائمه دي، ونبدا نشوف الطريقه الثانيه لاستخراج الايميلات. الطريقه الثانيه يا شباب لاستخراج الايميلات زي ما حضراتكم شايفين كده بتكون فيها تفاصيل زياده شويه، ولكن بتكون اكتر احترافيه لو حضرتك بتستهدف مجال معين او نيتش معين او بتستهدف فئه معينه من الجمهور. فهنا بتعمل كالاتي: اول حاجه بتضيف الكلمة المفتاحية بتاعتك، بعد كده بتسيب مسافة وبتفتح علامات تنصيص. بنضيف داخل علامات التنصيص دي يا شباب نوع الايميل اللي احنا عايزين نستخرجه، وممكن تفتح اكتر من علامة تنصيص ورا بعضها وتضيف اكتر من نوع ايميل. وبعد علامات التنصيص بتسيب مسافة وبتكتب الولاية او المنطقة اللي داخل الدولة
اللي انت عايز تستخرج منها الايميلات. اوضح لك اكتر، على سبيل المثال انا هنا بستهدف دولة فرنسا، فداخل دولة فرنسا في مناطق او ولايات، انا بكتب مثلا ولاية من الولايات دي علشان اقدر استهدف استهداف افضل، وده بيخلي الاستهداف ادق وافضل يا شباب، لانك بتستهدف مناطق معينة داخل الدولة وليس الدولة بعينها. فهنا زي ما قلنا هنضيف في الاول كلمة المفتاحية، وبعد كده بنسيب مسافة وبنفتح علامات تنصيص، بنضيف داخل علامات التنصيص نوع الايميل، وممكن زي ما قلنا نضيف اكتر من نوع ايميل لو قررنا علامات التنصيص على نفس النمط. وبعد علامات التنصيص بتسيب مسافة وبتضيف الولاية او المنطقة اللي انت عايز تستخرج منها الايميلات داخل الدولة المستهدفة، وكده بيكون استهدافك صحيح ودقيق 100%. بعد ما ظبطت النص بتاعك وتمام، وعلى العموم يا شباب انا هسيب لكم النص ده موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق، تقدر تنسخه وتعدل عليه، تضيف في المكان ده الكلمة المفتاحية، وبعد كده تضيف المناطق اللي انت عايز تستخرج منها الايميلات وانواع الايميلات، وزي ما قلت لك تقدر تنسخ نوع الايميل وتكرر اكتر من نوع ايميل داخل النص. اخر حاجة يا شباب هنضغط على سيرش، زي ما حضرتك شايف كده بدأ ان هو يستخرج الايميلات. هو هنا مش بس هيستخرج لك ايميلات جيميل، هو كده بيستخرج لك الايميلات الشعبية اللي موجودة داخل الدولة، كمان هتلاقي دومينات لشركات، ولكن في الغالب هو هيستهدف نوع جيميل دوت كوم، فهتلاقي في الاغلب داخل القائمه دي ايميلات جيميل، وكل الايميلات اللي هو بيستخرجها دلوقتي دي ايميلات لاشخاص وليس شركات. زي ما حضراتكم شايفين كده شباب، هو هنا في الحاله دي بيستخرج الايميلات المرتبطه بالكلمه المفتاحيه، ولكن من نوع جيميل وانواع اخرى لها علاقه بنفس الكلمه، يعني هو بياخد الكلمه المفتاحيه بيبحث عن الايميلات المرتبطه بهذه الكلمه وبيستخرجها لك، زائد نوع الايميل اللي انت اضفته او انواع الايميلات اللي انت اضفتها على سبيل المثال جيميل دوت كوم، وفي نفس الوقت بيبحث داخل الولايه دي بالتحديد من داخل دوله فرنسا. زي ما حضراتكم شايفين كده مفيش افضل من كده سرعه في الاداء ولا في الاستهداف واستخراج الايميلات، الايميلات كلها تكون صحيحه 100%. تمام كده شباب، قربنا نوصل 5000 ايميل في خلال 5 دقائق بالظبط، لو سيبنا البرنامج هنحصل على الاف الايميلات. هنضغط على ستوب، هعمل كلر ايميل. ودلوقتي يا شباب الطريقه الثالثه والاخيره واللي تقدر من خلالها تستهدف شركات فقط، لو حضرتك الخدمة بتاعتك بتستهدف شركات، هتقدر تشيل كل حاجة وتسيب بس الكلمة المفتاحية، ومن خلال الكلمة المفتاحية واختيار الدولة البرنامج هيستخرج لك كل الايميلات اللي ليها علاقة بهذه الكلمة كشركات من داخل دولة فرنسا. فلو ضغطنا على سيرش من هنا زي ما حضراتكم شايفين كده الايميلات بدأت بكونتاكت وسيرفيس، ودي طبعا بتكون صيغ لايميلات الشركات علشان نأكد كلامنا اكتر. دومينات في النهاية، ادي مجموعة ايميلات لشركة، هتلاقي الدومين بتاعها موجود في نهاية الايميل، وكده تقدر تستهدف شركات وتتواصل مع الشركات مباشرة من خلال الايميلات اللي انت شايفها دي كونتاكت، دي كلها ايميلات التواصل مع الشركات. دي يا شباب كانت افضل طرق لاستخراج الايميلات المستهدفة بشكل صحيح. كمان برنامج سكاي ايميل اكستراكتور ده من افضل برامج استخراج الايميلات بشكل صحيح، البرنامج سعره مناسب جدا لاي شخص، حضرتك بتشتري البرنامج لمره واحده مدى الحياه، وخد بالك كمان ان الخدمه دي بتتباع، يعني انا في ناس بتطلب مني ان انا استخرج لها قوائم بريديه واجهزها لها على الارسال وارسلها لها، فتقدر ان انت تستخدم البرنامج ده كوسيله للربح، غير انك ممكن تستهدف بيه اي مكان في العالم. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده، يا ريت لو حضرتك عندك اي استفسار تكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك فورا ان شاء الله. كمان هتلاقي رقم الواتساب الخاص بيا موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو، تقدر تتواصل معايا، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك الشروحات اللي جايه. شكرا ليكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناه نت بروفيت.